بسم الله الرحمن الرحيم. رضوان اعتدام، اللجنة التحضيرية اللي حضرات الجمع العام الاستثنائي ديال جمعية أمل تيزنيت لكرة السلة. هذا الجمع العام أتى إثر ظروف تتمر بها الجمعية، هي الظروف ديال الخروقات والتجاوزات اللي تديرها السيدة الرئيس ديال الجمعية، وهي اللي خلتنا نديروا هذه المرحلة الانتقالية لتكون مكتب جديد يسهر على الرفع بهذه الرياضة داخل المدينة. واليوم تدس جمع عام في ظروف اللي هي أخوية، ظروف اللي هي رياضية، وتم تشكيل مكتب من 9 أعضاء اللي إن شاء الله اللي غادي يحملوا هذا المشعل ديال الرياضة في كرة السلة في المدينة. وكنشكر الحضور الكريم اللي حضر معنا في هذا الاجتماع، وخصوصا الممثل ديال الوزارة الوصية وزارة الشباب والرياضة، وممثل السلطة، وكذلك ممثل العصبة. وتشكروا الصحافة واللي حضروا معنا وتحملوا معنا هذا العبء ديال هذا الاجتماع، وتشكروا الجميع. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حضورنا اليوم جاء في إطار استدعاء النادي الرياضي أمل تيزنيت كرة السلة كممثل ومراقب للعصبة سوس الصحراء. حضر الآن في إطار هذا الجمع العام من أجل تأسيس مكتب مسير لهذا النادي اللي عرف مدة 5 سنين، وكنت أنا شخصيا بين المؤسسين ديال هذا النادي يعني في 2002-2003، وكان عرف مجموعة ديال الخروقات من خلال الممارسة الرياضية لبعض مشكلي المكتب. الآن الحمد لله يمكن راه الغمامة تحيدات، غيدار مكتب أطر كفأة وأطر جريئة اللي كنتمنى من الله أنها تنجح في تسيير المهام الرياضية ديالها، وما تحرمش هاد اللعابة هادي اللي كيعشقوا هاد الرياضة وهم متعطشين لممارسة كرة السلة في الإقليم. وحنا عارفين بأن تيزنيت كانت من المدن الرائدة في كرة السلة، الآن تفتقد إلى فريقين، إلى فريق الآن حاول النواة الأولى التأسيسية كاينة حاليا بفضل المجهود ديال المتعاونين لا منذ مكتب الرياضة ولا سلطة المحلية. كانت منهم الله، وهذا رهان كبير كنعقدوا على هذا الفريق أنه يمشي بكرة السلة، خاصة القاعدة الفئات الصغرى والمتوسطة، من أجل إنشاء رياضي لهذا المدينة في مجال كرة السلة. لله ولي التوفيق والمسار. بوزقر كمال، لاعب سابق من في الترجي من 93-92، يعني مهتم بكرة السلة وعندي غير على هذا كرة السلة، وأنا للفضل بدون افتخار أن أكون سبب في إنشاء جمعية أمل تيزنيت لكرة السلة وتشكيل واختيار الرئيس، ولكن نظرا لخروقات ونظرا للأمور الأمور قد لا ترضي كرة السلة في تيزنيت، لهذا اضطررنا لتشكيل مكتب جديد. و الحمد لله نتمنى بدون اي حزازات او اي نتمنى لكرة السلة ان تزيد الى الامام، وان ان شاء الله نقدم ما نستطيع وما يمكن ان نقدمه لهذه الكرة التي نحن غيرنا بها ونمارسها منذ التسعينات. والان خشيت كما مررنا تشكلنا مكتب جديد، ونتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع وظن كرة السلة بتيزنيت إن شاء الله، وأن نزيد إلى الأمام بدون اعتبار أي حزازات أو أي إشكالات في اللعبة. والحمد لله نتمنى أن يكون، أنا متفائل جدا متفائل بكون هذا المكتب سيكون الحمد لله انطلاقة مهمة.